تحية لكم. تركيا أمام مفترق طرق. حكومة حزب العدالة والتنمية تقدمت برزمة إصلاحات. نواب الحزب الحاكم وصفوها بالثورة الدستورية. البرلمان أقرها وأحالها على رئيس الجمهورية، وعبد الله جول صادق عليها وأرسلها إلى مكتب أردوغان بانتظار عرضها على الاستفتاء الشعبي. حزب الشعب الجمهوري طعن بها، والمدعي العام وصفها باللا ديمقراطية. عيون داخلية تتجه نحو المحكمة الدستورية وأخرى تترقب موقف الجيش. أما عيون العالم فعلى حيوية الحراك السياسي ومستقبل الديمقراطية التركية. فماذا بعد مصادقة جول على التعديلات الدستورية؟ صادق الرئيس التركي عبد الله جول على مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002، والتي تعتبرها الحكومة ضرورية لتلبية شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان التركي قد صادق يوم الجمعة الماضي على تلك التعديلات بأغلبية 336 صوتا من مجموع أعضاء مجلس النواب المكون من 550 مقعدا، وهي نسبة كافية لعرضها على الاستفتاء الشعبي بعد مصادقة الرئيس، علما أنه كان يمكن تمريرها دون ذلك فيما لو حظيت بموافقة 367 نائبا. التعديلات المقترحة تشمل عدة مواد دستورية، أبرزها إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وتنظيم عمل القضاة والمدعين العامين وجعل الجيش تحت سلطة المحاكم المدنية. وكان البرلمان قد رفض مادة تقيد حظر الأحزاب السياسية. حزب الشعب الجمهوري المعارض طعن بالتعديلات وقال إنه سيتوجه إلى المحكمة الدستورية لإبطالها بدعوى أنها ستعزز سيطرة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية على السلطة وتحد من علمانية الدولة. يذكر أن الدستور الحالي تمت صياغته بعد الانقلاب الذي قام به الجيش عام 1980. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هذه الحلقة. معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد مصطفى أوزجان، ومن أنقرة الناشط السياسي التركي السيد بركات قار. مع الترحيب بكما. البداية معك سيد مصطفى أوزجان من إسطنبول. يعني فوجئنا اليوم بقرار المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بتحديد 12 من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية بدلا من تموز يوليو، فما الغاية من ذلك؟ طبعا قرر الحكومة في المجلس الحالي تقصير الاستفتاء من 120 يوم إلى 60 يوم، يعني 3 شهرين. ولكن طبعا اللجنة العليا للانتخابات ربما لم تراعي قرار الحكومة الحالية. هناك أزمة إذن بين السلطة التشريعية وبين هذه السلطة لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، ولذلك الحكومة الحالية أو حزب العدالة والتنمية غير مرتاحة من هذا القرار. أيضا طبعا المعارضة أصلا غير مرتاحة من هذه التعديلات المقترحة من الحكومة الحالية أو حكومة حزب العدالة والتنمية. إذن هناك يعني امتعاض في كل الأطراف المعنية في تركيا. يعني ولا طرف تركي راد في هذا الموضوع. أنتقل إلى أنقرة. معك سيد بركات قار. يعني سيد بركات قار، لو أخذ في البداية وجهة نظرك وقراءتك عن تحديد موعد الاستفتاء الشعبي بعد 120 يوما تحديدا عوضا عن 60 يوما. بالحقيقة هذه المسألة هي تعتبر نتيجة. نحن قبل أن نوصل لهذه النتيجة يجب أن نلقي الضوء على ما حصل وعلى التطورات حول هذا التعديل الدستوري. هل هو كان بالحقيقة واقعي وكان كما يدعى بأنه هذا التعديل ديمقراطي، أم بالفعل هو هناك فيه مشاكل اجتماعية يعمل شرخا جديدا بين المجتمع مرة أخرى؟ أنا
بالنسبة لي بعد 60 يوم أو 120 يوم هو لا مشكلة على هذه المسألة على الاستفتاء كتاريخ. لكن كما قلت هناك كما تفضلتي أنت تقولي تعديل للدستور، نحن نقول يجب تغيير الدستور. هذا التغيير إذا لم يتم تغيير الدستور إلا التي أسس من قبل 38 سنة، يعني لحتى الآن تقاد تركيا على أساس هذه الدستور الرجعي الفاشل لا ديمقراطي. إذا لم يتم هذا التغيير بشكل عام، نعم. بالحقيقة هذه التغييرات أو التعديلات ستكون خرب التعديلات الحصل سابقا كترقيع، ترقيع 100 رقعة هذه الدستور، وسيكون رقعات أخرى. يعني وفي كل الأحوال حزب المعارضة لا سيما حزب الشعب الجمهوري اعتبر أنها مس بأركان وأسس الدولة التركية، الأسس العلمانية تحديدا. لو أنتقل من جديد إلى إسطنبول معك سيد أوزجان، يعني كما هو معروف أن تاريخ 12 من أيلول سبتمبر المقبل هو موعد الذكرى السنوية للانقلاب العسكري عام 1980 في تركيا، فهل كان الأمر مقصود أم هو مصادفة؟ أنا أعتقد مصادفة، لأن ربما لجنة العليا لم تأخذ بعين الاعتبار مصادفة هذا التاريخ بالانقلاب العسكري الأخير في بداية الثمانينات. إذا كان طبعا هذا صدفة يعني مقبولة، ولكن إذا كان غير صدفة مقصودة طبعا هذا يثير الجدل في تركيا أكثر فأكثر. ولكن أعتقد أن هناك نقاش بين الطرفين، الحكومة والمعارضة. الحكومة تعتقد أن هناك نظام الوصاية المتبقى من الانقلابات العسكرية الأخيرة وغير الأخيرة، ولكن أيضا للمعارضة وجهة نظر مختلفة في هذا المجال. يعتقد أن هناك انتهاكات من قبل الحكومة في مبدأ فصل السلطات. أعتقد لدى الطرفين حق، يعني حقيقة تنظيم هيكلة القضاء ربما يؤدي لسيطرة الحكومة لهذا ليتوقف معك عند هذه النقطة. انضم إلينا الآن السيد مصطفى أوغلو وهو نائب